أكدت سيدة الأعمال الإفريقية ميشيل بونغا أن قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية الكوميسا تعتبر عنصرا قويا للاندماج بين دول القارة الواعدة. وأضافت ميشيل بونغا أن توقيت القمة يعتبر مثاليا بسبب التحديات الاقتصادية العالمية. نعم، اسمي ميشيل بونغا وأنا مستثمرة أبحث عن استثمار في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا وأخرى من المجالات الإبداعية. كيف ترين أن النجاح بين الدول الأعضاء في الكوميسا لتحقيق الاندماج الاقتصادي على وجه الخصوص؟ بالطبع أرى أن القمة عنصر هام لدفع الاندماج والنمو الاقتصادي، ونحن تعلمنا درسا من كوفيد، وأعتقد أن هذه القمة ستسهم بشكل كبير في أيضا إحداث التحول الصناعي في أفريقيا، وهو ذا أمر نحن بأمس الحاجة إليه. فأعتقد أن القمة مفيدة وجاءت في الوقت المناسب، لأن هناك الكثير من التحديات في العالم بين الحرب وتحديات في هذه المنطقة على وجه الخصوص، فنحن بحاجة إلى العمل الرقمي والعمل معا لدفع عملية النمو في المنطقة. شكرا لك وأقدر وجودك معنا. شكرا لك.